طيب السؤال الثاني، هو دلوقتي انا عندي اخت يعني بقالها فتره كده، يعني يجي لها مثلا عرسان، ففي عريس هي نفسها يكون ضيق منه، وفي عريس يجي ويعني يبقى له نظره شرعيه وما يرجعش تاني، بقالها سنتين على الحال ده. في ناس مثلا قالت لوالدي ان بنتك ممكن تكون مسحوره لا لا تتجهوا إلى هذا، اتجهوا إلى دعاء الله وتعويذ أبنائكم وبناتكم. يعني هو يرقيها وغير ذلك، ويقرأ مثلا بقرة نعم في المنزل نعم وهكذا. نعم هذا المطلوب. آمين.